في الجزائر أعلنت لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية عن مجموعة من القواعد والضوابط القانونية تتعلق بمصادر تمويل حملتهم، حيث شددت اللجنة على ألا تتجاوز نفقات الحملة في الدور الأول 120 مليون دينار جزائري و 140 مليون دينار في جولة الإعادة. نتابع التفاصيل. السلطة الوطنية المستقلة المشرفة على انتخابات الرئاسة في الجزائر وضعت بعض القواعد المتعلقة بتحديد سقف ومصادر المبالغ التي تصل المرشحين في آخر بيان لها، قصد ضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها وفق ما ينص عليه قانون الانتخابات. مشرع نظرا للسوابق خاصة في مجال التمويل الخفي والتمويل اللامشروع والتمويل اللاقانوني للحملات الانتخابية السابقة سواء في الرئاسيات أو في التشريعيات السابقة، إذن تفطن لوضع حد لهذه التمويلات غير القانونية، وبالتالي وضع ضوابط وضع إجراءات وضع تدابير صارمة وصارمة جدا سواء في الحدود الدنيا والقصوى لعملية التمويل أو في الحسابات البنكية الخاصة أين يتم إيداع الأموال. نحو 800 ألف دولار هو سقف نفقة الحملة الانتخابية في دورها الأول ونحو مليون دولار في الدور التالي، على أن يتم إبلاغ لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية عن قيمة الهبات وقائمة أسماء المتبرعين للمرشحين ضمن مساعي محاربة الفساد واختراق المال ونفوذ أصحابه على رجالات السياسة. تأتي القوانين الصارمة لمراقبة مصادر ونفقات تمويل الحملة الانتخابية للاستحقاق الرئاسي وتشديد السلطة الوطنية المستقلة بضرورة الالتزام بها. محمد جراد، المشهد، الجزائر.